السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في الله ونخوتنا ورجغي بارتو دو الموند. وزاد الموضوع هذا اللي بيت نتكلم فيه موضوع مهم للغاية، لأني نشوف يعني الجزائر تتعرض للأشياء اللي هي غينة عنها، لأنها مفروض ما توقعش الآن، وهذه اللي تقوم بها يعني ناس راهي تفكر أجهزة تفكر يعني لأشياء، لكن الشعب مرات ما يعرفش محتواها ولا ما يعرفش مقصود منها. لأن المفروض السؤال اللي يسأله الإنسان نفسه هو Pourquoi maintenant؟ Bien sûr. لأن الوضع ما يساعدش على ذلك، غير أنه حتى لو كانت هذه الأشياء مرات توقع، لكن لها أوقات يعني اللي تدرس فيها وتحل فيها، حتى المشكلة يتحل ممكن بطريقة عقلانية، لكن اللي هي يعني تحطيم بنايات ممكن نقولوا عليها فوضوية، فوضوية على أساس أنها تبنات دين فاسون إليغال. مي إلي أن سيغتان ليغاليتي في هذاك الموضوع، لأن الإنسان كي يروح عند نوتير اللي كيفو مثل الدولة فيما يخص العقار، صافي دير سلوي كي دون هذا لاكت سلوي لو فري ريسبونسابل، انه الشعبي استأمنوا على اساس انه خاض شراء قطعة قرض ولا دافع اموال ايتو، ولو نوتير لي ريسبونسابل باسكو لا بري سا بار اسكو لا بري سا بار d'une façon illégale فني هو، لكن لو كون هو illégal c'est pire. الشعبي صاحب مولا ألف باع له راح عقد اسكيلي، يعني هو مخطئ 100%، ماهوش مخطئ لان اشترى وبغى يتبع القانون، لان لو نوتير ريبريزونت لا لوا اكزيستانت دون سو بي اللي هي كان في الجزائر. الوغ هنا اللي المفروض يدفع الخطأ هو لو نوتير، يا عباد الله. هذا كي يشري أرض ولا يبني، إنسان يخسر 800 مليون، يخسر 800 مليون على هذيك البناء، هذا راه شقى عمره حطوه فيها، باسكو كي نا با فولي دي فوا سو سون با دي فولور، ناس خدامين، ناس ما قدرش ترشي لو سيستيم، لو كان رشاو لو سيستيم يخليهم، لكن ما رشاوش لو سيستيم راهم يدفعوا في الثمن، لكن المفروض اللي يدفع الثمن هو لي نوتير كي اكزيست. هذه وحده لي نوتير كي يخلصوا الضريبه تاع هذاك، حتى لو بنى هذاك 800 مليون وباغي تاخذوا حق الدوله خذوه من عند النوتير. النوتير هو اللي وقع الاثنين في الخطأ، وقع البايع والشاري، سلوي ليسكرو دوا بي، لكن نتوما ما ديروش هذا الشيء، بونات با ان بي دو دووا او دو لوا. لكن نجيبوها بطريقه واحده اخرى، جو في فو دير دون نوتر فاسون. والمشكله الان بوركوا ils ont agi ainsi, les autorités, les wali, ils ont agi ainsi dans ce mois-là, le mois de février. Bdaou hadha l'histoire à partir du 14 ou du 15 février. Bdaou ykassrou lnas manazilhom. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi les wilayas les plus concernées, Bdjaya, Boumerdès, الجي، بويرا، وهذوك الجواع، كاسكو فولي دير سا؟ هنايا لازم الشعب يفكر 10 خطرات، على ما داروهاش من دارهاش هذا التبون من السنة الأولى، ومشي تبون لا يدير في الصوالح هذو، تبون إن نفي غيان دي تو، يسون فيش با مال، يهرسوا للشعب ولا يحرقوه ولا يقتلوه، مادام هو ناجي، ومن تجي ولدو. من الكوكايين ومن الخيانات السرقات والنهبات يسون فو با مالو مادام اللي تو بوفوار
حتى واحد ما يحاسبه كذلك حتى هو، لكن من وراء هذه الأشياء. أولا شهر فبراير 22 فبراير راه جاي، شهر فبراير راه جاي، ولازم الشعب يكون حذر، حذر 100% اللي غادي نقولها لكم. يسيد بارطاجي هذه لا فيديو، الشعب لازم يخرج، لازم يخرج، يفو كي مانيفيست، يفو ما يدخلش، المفروض ما يدخلش الشعب. يفو كي سوا اورغانيزي، اورغانيزي افيك اون ريبريزونطاسيون، تخرجوا لها طاي طاي، ناس يكونوا نظاف، نظاف تختارهم، يختارهم الشعب، سيرتو على النيفو دالجي، يختارهم الشعب وتخرجوا، باش كين تخرجوا بسلمية، وانا عارفين باللي تخرجوا بسلمية، لكن هذا النظام مادام راه يستعمل هذا لا فاسون داجير دانسي، il est en train de préparer quelque chose. S'il y aura des attentats, il ne faut pas blâmer le peuple. C'est le Mukhabarat. Mukhabarat qui vient de préparer avec le jeu. Ils ont démoli beaucoup de maisons, des centaines, si ce n'est pas des milliers, en Algérie. Lakin, kassro hadha el manazil, ils ont démoli fi les wilaya le plus chaud. جايا بويرا على مستوى تيبازا وهذا الصوالح، كسروا هذه المنازل باسكو لي ولايه لي بلو شو لي ناسها حامين، دمهم حامي. الانسان اللي يضيع له مكسبه نقول كل ما يكسب يحطوا في هذيك المبنى، هما يلفول كري ان ايتا، ان ايتا دو بور اي دو فريير، اي سورتو سورتو بين الشعب يخرج زحفان، يفهموني مليح، باسكو زحفان كي يخرج الشعب زحفان، يدخل مع الشعبي العادي، يدخل مع هذو العساكر اللي كانوا ما خرجوا التقاعد وما عطاهمش حقوقهم، يخرجوا هذوك هما يفون فيغ دي زاتونتا. شكون اللي يديرهم؟ المسؤولين، المسؤولين تاع المخابرات، مهنا منا وتوفيق ونزار راهم يفكروا في هذا الشيء. نقول لكم كي غادي يديروه، باسكو هاد الناس ضاعت، ضاعوا ضاعوا، باسكو هدموا لهم كل شيء، تقول انت زلزله ضربتهم وطيحت لهم كل شيء، انو غيان مانتنو. يقول لك زعما كانه ثارو، ثارو داروا مشاكل في الجزائر باسكو هدمنا لهم دي شوز ايليغال. سمعوني، ما يقولوش لي نوتير ولا الدوله اسلها مخروبه، باسكو لي دي سونتين دي ميليي اللي كاع عندهم بانين من غير، وخاصه المسؤولين، داك المسؤولين يخلصوا الاوراق هذه سهله ببساطه، لكن يتحاسب غير المسكين. لكن هما على اساس يقولوا هذا الناس قاموا داروا فوضى في الجزائر يوم 22 فبراير، وعلى اساس انهم ايليغال ولا بناو ايليغال، لازم يعني هما المخطئين، و ميم طون يديرو دي زاتونتا. إلا دارو دي زاتونتا غادي يحاولو يخرجو لا جوندارمي غير و العسكري تو، لكن تكونو حذرين، تكون سلمية، وهذا الناس اللي ضاع لهم أملاكهم في دولة القانون والحق والدولة المدنية يسترجعو لهم حقوقهم، لأن سولوي كي دوا بيي سي لي نوتير، نوتير. إلا كان الشعبي خسر 500 مليون ولا 800 مليون على هذيك البنايه، عرقوا سي ساسيور، حطها في هذيك البنايه، ترجع له امواله ويشري ولا يدبر راسه بطريقه قانونيه في دوله القانون. لكن في دوله لا قانون ما تستطيعش تطبق القانون، انك الوالي هذا اللي راه يطبق في هذا القانون ليس بشرعي، ليس بشرعي. وسقسوه هذا الوالي دو كي تي ريسي تي زورت، إذا كانت يعني من وزارة البناء ولهذه الأشياء ولا والعقار وهذو، ولا تي غوسي دي زورت كيما لي جوج، فوز افي غوسي لي زورت اترافيغ المخابرات لي جينيرو. هذا هو اللي لازم تحرزوا منكم منه. ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ بوكوا سو طون لا؟ والآه بديتوها في ولايات يعني اللي هي ممكن تخرج ضدكم في هذا الموضوع، لكن نتوما شراكم تحذروا، تحذروا الى فوضى، فوضى اللي تسمح لكم بالبقاء في الحكم، اللي عن طريقها
تعلنوا ديكتاتورية يعني راكم اوريدي ديكتاتورية، لكن هذا تبون شنو كان فوال، لكن هذه لا ديكتاتور اللي بغيت تعلنوها لا كوريان دو نور، هذه تكون ممكن ان شاء الله سبب سقوطكم يوم 22 فبراير، يعني 22 فبراير حق شعب، 22 فبراير يوم اللي خرج عليه الشعب من أجل الشرعية، من أجل شرعية الشعب ليس شرعية العساكر، لأن ما فيكمش إنسان واحد شرعي، من رئيس قيادة الأركان ماكم شرعيين، ولا الولات ولا الوزارة، حتى واحد ما انتخب عليكم، ما عندناش مجالس يعني شعبية، ما عندناش des députés qui représentent le peuple algérien. Non, il n'y en a pas. L'idée, c'est de vous laisser حذرين, mais le خروج لابد منه. Il faut que vous soyez organisés et représentés jusqu'à faire tomber ces gens-là. Ce ne sont pas beaucoup. Les gens, si nous sommes beaucoup, ils ne sont pas sortis du cercle de l'Algérie. Mais ils ne sont pas beaucoup. Il utilise du papier, Aïbadallah. Ils utilisent des papiers et leur signature. Gagne général, général, général. Tabak, tabak, tabak. Les oulettes ou les chefs d'aïra ou les kulchis. Ils ne sont pas beaucoup. Quand ils sortent du chéra, même les placés. Houma, les généraux, les oulettes, les gars, les fessades, même les placés. Mais ils utilisent le papier. le fax, le téléphone, باش هكا تخاف انت، تخاف الامر، لكن الشعب ما تخافش، tu as la force de faire tomber ces gens-là en deux jours، ولكن لازم الخروج يكون مستمر، ما يكونش ثلاث ساعات وتروحوا للمنازل، c'est pas une révolution pour un vrai changement، un vrai changement il a besoin du temps بنفس الطريقة، إذا خرجت اليوم تقعد خارج حتى تحقق المراد، حتى تحقق وتحرر بلادك، لكن لازم يكون تنظيم والحذار من الناس المندسة في الثورة، اللي ما تبغيش الجزائر تكون مستقلة، اللي ما تبغيش الجزائر تكون متحررة، اللي ما تبغيش الجزائر تنظر للمستقبل، مستقبل الشعوب، وما هذه البنايات اللي هم يكسروا فيها الآن تبنى لكن خسارة. il faut voir des milliards en dinars اللي تترمى على أساس أنها لا شرعية، لكن التوقيت نفسه يخدم النظام، لأنه يريد فوضى، لا يريد ثورة سلمية، لكنها يريد ثورة جياع، يريدها فوضى، يعني ناس حاقدين الحكم على أساس أنه كسر لهم منازل، يريد فوضى وفقط، لأن الفوضى هي اللي تضمن لهم البقاء، والبقاء تاعهم ما يكونش إلا عن طريق القوة أو طريق الديكتاتور، هذا اللي لازم تعرفوه، هذا هو البقاء، هذا الحل الوحيد بالنسبة لهم هما هو الديكتاتور، عشان باش يبقوا في الحكم وما يتحاسبوش، لكن الشعب ليه الحق إنه يحاسب، المحاسبة حق، المحاسبة لكل إنسان مهما كانت صفته يتحاسب إذا كان دار زينة ولا كان دار شينة، إذا دار شينة يتحاسب، وإذا كان دار زينة يجازى، هكا كومباتي دي بيي، لكن هذا الناس ما يسون فيش با مال، لا ديكتاتور إل بيرمي كو أو ميم دو غيستي أو بوفوار، دو غيستي انجوجابل، ما حتى واحد ما يبغى لجوجي، هذا هو اللي بغيت نقولها لخوتي في هذا الموضوع فيما يخص هذه البنات، والتوقيت نفسا اختاروه هما على اساس المكان اللي هي شود، وممكن يخرجوا ناس يعني كانها تتظاهر بطريقه عنيفه لانهم كسروا لهم ديارهم، لكن هما هذو يكونوا مخابرات، هذه خدعه من خدع المخابرات، هذه اللي بغيت نقول لخوتي فيما يخص هذا التكسير تاع المباني، هذا لا ديموليسيون ديزابيتا تاع الناس بريفيت، لكن المفروض اللي يتحاسب الاول يتحاسب ويدفع كل الاموال تاع الناس
تاع الناس اللي ضاعت، يخلص على جهتين، يخلص الحكومه ويخلص الشعب. لكن هما نورمالمون لو برومي ريسبونسابل سيلوي كي ريبريزونت لا لوا اون الجيري، اللي هو يمثل القانون، اللي هو يمثل الدوله، اللي هما هادو اللي عطاهم الوراق على اساس انهم شاري وبايع. هذو اللي لازم المفروض يتحاسبوا وتاخذوا منهم الدراهم. سي سو كو جو فولي دير ا بروبو سو بروبليم. لكن هما اختاروا الوقت، اختيار الوقت ليه اسباب، يعني ليه حاجات، يعني هما يحوسوا ينوضوا فوضى في الجزائر. هذا فقط، ليكون حذاري فقط. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ميرسي بيان، الى بروشين ان شاء الله.